الثالثة والثلاثين. فاز تورينو على سامدوريا بهدفين مقابل لا شيء. الهدف الأول جاء عن طريق بونجورنو في الدقيقة الحادية والثلاثين. وقبل نهاية المباراة تمكن بيترو بيليغري من تسجيل الهدف الثاني لفريقه تورينو. بهذه الطريقة ليشعل الصراع بينه وبين خصومه في سامبدوريا. برونو أميوني أشعل المشاكل وحصل على بطاقة حمراء بالرغم من وجوده في دكة البدلاء. لاعب جنوى السابق بالليجري. أتكلم عن بالليجري إنه هو اللي سجل الهدف. أميوني حصل على البطاقة الحمراء بالرغم من وجوده في مقاعد البدلاء. وجماهير تورينو تحتفل بهذا الانتصار.